أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. في الحلقة القادمة من برنامج ليكن نور راح يكون حديثنا عن موضوع كتير مهم، من هو المسيح؟ ما هو مفهوم المسيح؟ وما هي مواصفات المسيح بحسب فهم اليهود وبحسب فهم المسيحيين؟ والسؤال أيضا، كيف تفهم مواصفات المسيح بحسب أيضا الفكر الإسلامي، سواء كانوا سني أم شيعة؟ أنا بحب أسمع رأيك، بحب أسمع تعليقك، اكتب لنا. وهذه الأراء كمان ممكن نشاركها في الحلقة القادمة عن يسوع المسيح.